هل نشهد للمؤمن بعينه إذا عرف بالصلاح والعلم والتقوى أنه من أهل الجنة؟ وكذا من مات وهو كافر، هل نقول له بعينه إنه خالد مخلد بالنار؟ يظهر أن السائل هذا هذه أول مرة يحضر، ولأننا كررنا هذا وقلنا لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشهد له أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا مذكور في كتب العقائد، فليت السائل يقرأ في الواسطية أو في غيرها. نعم.